ننتقل إلى تمرين اسمه كيف تقضي وقتك. خلوني أشرح لكم بعض المبادئ الرئيسية وبعدها راح أخليكم تطبقون عملي. تابعوا معي لو سمحتوا. عندنا شوية مبادئ رئيسية. أول شيء إحنا راح نحلل وقتكم. هذا التمرين هو تحليل. أنا راح أعتبر نفسي طبيب وقت وراح نتعامل معاكم. عندكم مشكلة في الوقت تبون لها علاج. أول شيء يسوي الطبيب إنه يشخص. شوف تشخيص. المشكلة اللي لاحظناها ان كثير من الاطباء يتعامل بطريقة العلاج للظاهرة، يعني واحد فيه حرارة يحط عليه ثلج، ما راحت الحرارة، يعني طبعا بتخف بس بعد شوية بترجع، لأن ما عالج المشكلة، عالج ظاهر المشكلة. كذلك كثير من دورات الوقت تتعامل بهذه الطريقة، ولأن ما يعالج المشكلة تلقى الناس تطلع من الدورة عندها شوية مفاهيم تحاول تطبقها تفشل، لأن أصل المشكلة ما نحل. عشان نحلل أصل المشكلة أحتاج نسوي فترة تشخيص. فالآن إحنا راح نسوي لكم تشخيص. ما هو التشخيص؟ أبا أعرف أنا وأبيكم أنتوا تعرفون حق نفسكم وقتكم وين رايح. واحد يقول يا أخي ما عندي وقت، وفي نفس الوقت ما في إنتاج، صح؟ يعني واحد يسأله ما هي المنتجات اللي أنتجتها في حياتك، ما هي المشاريع اللي حققتها، ماكو شيء. وين راح الوقت؟ حياتك هذه صار لك سنين، وين راحت؟ خلونا نحلل، خلونا نعرف وقتكم وين رايح. طيب احنا طبعا ممكن نحلل يوم بيوم او اسبوع باسبوع، او ناخذ شهر ونحللها وين راح، او ناخذ سنة ونحللها، او ناخذ 10 سنين ونحللها. بس طبعا الدراسات تثبت ان احسن تحليل هو ان نشتغل بالاسبوع. الاسبوع هو الوحدة الزمنية للقياس. ليش؟ في الغالب يتكرر. لو اخذنا يوم السبت يختلف عن يوم الجمعة، صح؟ هذا في دوام، هذا ما في دوام، ففي اختلاف جذري الواحد يسوي فيها. وبالتالي لما اقول اقيس باليوم اي يوم، لكن لما اقيس بالاسبوع، في كل اسبوع سيكون هناك ايام عمل وسيكون هناك ايام راحة. هذا الذي يتكرر. طبعا بالتأكيد مو كل اسبوع يتكرر، يجي لنا اسبوع في عيد، يجي لنا اسبوع في دورة، يجي لنا اسبوع في عطلة، وارد، لكن في الغالب راح يتكرر الاسبوع معظم الاحيان. اذا الوحدة اللي راح نقيس عليها احفظوها الله يرضى عليكم، اللي راح نشتغل فيها هي وحدة الاسبوع. راح نقسم العمل الى 3 انواع. انا راح اعتبر حياتكم واحدة من 3 أمور، إما عمل رسمي أو علاقات اجتماعية أو أعمال شخصية. خلونا نشرح إيش نقصد في كل واحدة فيهم. العمل الرسمي شنو يشمل؟ أنتوا لما تروحون الدوام، الوظيفة اللي أنتوا فيها ولا العمل اللي أنتوا فيه، طبعا العمل الرسمي قد يشمل اللي عنده وظيفة واحدة، بس وظيفة واحدة، لكن اللي عنده وظيفة الصبح ووظيفة العصر، العمل الرسمي يشمل الوظيفتين. السؤال الأول، لما تروحون الدوام سواء وظيفة أو وظيفتين، وقتكم وين قاعد يروح؟ ففي أشياء قاعد يروح فيها الوقت، جزء منها اتصالات هاتفية، في بريد داخلي أو خارجي قاعد تردون عليه، في مقابلات مع زباين ولا مقابلات مع رئيس ولا مقابلات مع موظفين، في مقابلات شخصية، وفي الأخ. نبي نعرف، افرض ان انتوا تداومون 7 ساعات في اليوم، الاتصالات كم ساعة تاخذ؟ ابيكم تقدرون. والبريد كم ساعة؟ والمقابلات كم ساعة؟ بس احنا ما بنشتغل في اليوم، قلنا احنا بنشتغل في الاسبوع. زين، انا راح اقدر متوسط العام، والله اقول انا اتصالات على التليفون اقعد ساعة، معناها في الاسبوع كم ساعة؟ عمل رسمي كم ساعة؟ 5، لان 5 ايام دوام. فاذا لما نشتغل في العمل الرسمي اقدر في اليوم واضرب في 5. احيانا يكون عندي اجتماعات مو كل يوم، يمكن مرة في الاسبوع، مدة الاجتماع في الاسبوع 1.5 ساعة، اذا ما احتاج اضربها في 5. هذا بالنسبه للعمل الرسمي. طيب الان النوع الثاني من الاعمال، الاعمال الشخصيه. العمل الشخصي اكو اشياء اسويها بروحي لوحدي. في الاعمال الشخصيه في جزء يتعلق بالعباده، كم الوقت اللي اقضيه في الاسبوع في قضايا العباده، ما بين وضوء وصلاه وقراءه قران، هذا كلها العبادات. فراح اقدر على 5 صلوات في اليوم مع قرايه القران مع كذا، كم ساعه في اليوم؟ هالمره راح اضرب بكم؟ 7. واجمع الصلوات كلها مالت اليوم، قول والله صلاه الفجر تاخذ معي يمكن نص ساعه، صلاه الظهر ربع ساعه، العصر ربع ساعه، المغرب 10 دقائق، العشاء ربع ساعه، زين، مع الروحه مع الجيه مع الكذا مع القران، ما يمكن احسب لي في اليوم ساعه في 7 ساعات، واضيف عليهم صلاه الجمعه ساعه، يصير 8 ساعات. فاكتب في الاسبوع 8 ساعات. الطعام فاقدر كم ياخذ مني الافطار الغداء العشاء اجمعهم، واذا كنت لي مثلا طلعه اسبوعيه مع الاهل على الاكل، ففي هالحاله راح احسبها 2 ساعات مثلا زياده فوق الايام العاديه، واجمعهم واحسب كم الاكل ياخذ في الاسبوع. نفس الشيء النوم. في تعليق على قضيه النوم، بعض الناس يظن ان هناك عدد معين من الساعات لازم ينامها في اليوم ولا يصير مرهق. وبعض الناس يعني الطفل لازم ينام 8 ساعات ولا 7 10 ساعات، كلها ثبت علميا ان ما لها اساس. زين، ينام الانسان لما يكون تعبان،
مو ينام يروح يحط المخدة ويتقلب عليها نص ساعة عشان يحاول ينام. وبعض الناس يعني وصل بهم الأمر بالمبالغة في هالقضية إنه لازم ينام 8 ساعات. لو صار ظرف معين ونام له 6 ساعات بالليل، الساعتين اللي فاتوا لازم يدبرهم بالنهار، يشوف لهم وقت ينامهم يعني. زين، ما في داعي ننام لما نكون تعبانين، ونصحى لما مو نشبع، لا. زين، نشبع نقوم لما نحتاج نشتغل، عندنا هو شغل نقوم له نقوم خلاص. طبعا العمر أثمن من أنه يضيع في النوم الحقيقة، يعني هذه واحدة من المعاني الرئيسية. يعني كل المنتجين إنتاج غير عادي في الحياة تجدون بشكل واضح أن نومهم قليل، نومهم قليل. طيب، إذا نحسب النوم، عرفنا شلون نحسب النوم. السوق إذا كنت أروح كل يوم ولا كل يومين ولا كل أسبوع، راح أحسب مرة ثانية أي وحدة راح نستعمل الأسبوع، أجمع كل الساعات وأحط في الأسبوع. طيب، النوع الثالث من الأعمال، قلنا النوع الأول العمل الرسمي، النوع الثاني العمل الشخصي، النوع الثالث هي العلاقات اجتماعية مع ربعي مع كذا، والأسرية مع زوجتي وأولادي وأهلي. طيب، كم أقضي مع زوجتي بشكل منفرد بدون أولاد؟ طبعا هذه على فكرة لاحظت أنها ظاهرة كثير من الناس ما يسويها، ما في جلسة فردية بين الزوج وزوجته، دائما مع الأولاد ولا بوجود آخرين أو بالتلفزيون، ما في قاعدة سوالف، ما في شيء ينمي العلاقات مثل الجلسات الفردية، ما في. هيك قاعد سولف. أنا لما في السابق كنت عايش كذي، بديت أتعلم المسألة. الآن واحدة من أهدافي الرئيسية ما يمر يوم إلا أنا وأم محمد نقعد نسولف بروحنا بدون أولاد بدون تلفون بدون أي مشاكل ولا مشاغل، نسولف يوميا ساعة. بس هذا اللي يبني العلاقات، هذا اللي يحافظ على الزواج وتجديده وروحه وبناء العلاقة. ليش تفتر العلاقات؟ لا، ما في علاقات، ما في علاقات، في شغل مع بعض، مشتغلين بتربية الأولاد وإدارة البيت، وعلاقتنا الشخصية مع بعض شلون راح شلون رايحة؟ جربوها جربوها. تكلمون طبعا عن الأولاد، بتكلمون عن حياتكم، بتكلمون عن مستقبلكم، بتكلمون عن الصيف ايش بنسوي، تكلموا. ما في شيء يبني العلاقات الشخصية سواء مع الزوجة أو مع الأولاد مثل الجلسة الفردية. أنا حدثني واحد من الدكاترة في الكويت، يقول أنا عندي تجربة ونصحني فيها وإن شاء الله ناوي أسويها. يقول كل فترة، يقول هو سفراته وايد، يقول في كل فترة أخذ واحد من الأولاد بروحه أسفره وياي يومين 3 أيام. إذا ما تقدر تسافر وياه أعزمه على عشاء ولا غدا بروحه. جربوا، شوفوا العلاقات شلون راح تنبني، شوفوا المواضيع اللي راح تطلع والانفتاح والكشف الشخصية وكشف ما في النفوس. هنا الإنسان متى يعالج المشكلة؟ لما يعرفها. أما العلاقات قاعد تنهار واحد ما قاعد يستوي، تبوا لهذا. طيب، إذا 3 أنواع من العناصر اللي راح نحللها. خلونا ناخذ العمل الرسمي. أنا راح أقدر، أنا كاتب لكم الوقت اليومي، بس أنا ما يهمني اليومي، أنا يهمني الأسبوعي. فراح أقول اتصالات هاتفية، أنا أخذ معاي يوميا حوالي ساعة، فراح أكتب هني ساعة ضرب 5 قلنا، فراح يصير 5. زين، البريد وكذا راح تاخذ ايضا ساعة، فاذا ضرب 5 شيء. المقابلات كذا، اجتماعات، ما عندي اجتماعات يومية، عندي اجتماعات في الأسبوع ساعة ونص مثلا في الأسبوع، راح أكتب ساعة ونص. أعمال روتينية، زين، اللي هي الشغل الجاد هذا ممكن أخذها ساعتين يوميا مثلا، فراح أكتب ساعتين ضرب 5 فراح يصير 10، وهكذا. زين، إلى آخره. في تخطيط، في آفاق، أنا حاط لك أشياء وايد، إذا ما دخل تحت أي قائمة من هذه القوائم تحطها تحت أعمال أخرى، والنتيجة تجمع وتحط المجموع في آخر الصفحة. هذا المجموع راح نستعمله، هذا المجموع اللي هو اسمه مجموع العمل الرسمي أو مجموع أولا. زين، طيب، بعدين ثانيا قلنا الأعمال الشخصية، فعندنا قلنا العبادات وكذا، الأكل، النوم، اللبس والزينة. اللبس والزينة، الواحد لما يقوم يتلبس ويتسنع وزين، والنظافة ومراسيمها. بعض الناس ما تأخذ منهم وقت 5 دقائق 10 دقائق، بعض الناس ساعة وساعة ونص يوميا. فيختلفون الناس في هذه المسألة، سواء رجال أو نساء يختلفون أيضا في المسألة، فيحسبها. وإذا كان أيضا يكررها بالليل ولا شيء أيضا يحسبها. زين، الحلاق إذا واحد يروح كل أسبوع ولا شيء يحسب. نبي نشوف الأسبوع وين رايح، نبي نشوف ساعات الأسبوع وين راحت. طيب، التلفزيون، إذا قاعد طالع تلفزيون، طبعا التلفزيون حتى لو قاعد مع الأهل أنا راح أعتبره شخصي. ليش؟ حتى لو نقعد مع الأهل مقعد نسولف مع بعض. الهدف من الجلسات العائلية بناء العلاقات، الجلوس أمام التلفزيون ما يبني علاقات، لأن كل واحد قاعد يطالع بروحه. ما فيه، شلون تنبني العلاقات؟ تنبني ريموت كنترول. إذا ما نسولف ونتناقش ونعترض على تصرفات بعض ونقترح على بعض ما تنمو علاقاتنا. فالتلفزيون وإن كان صار جماعي لكن أنا راح أعتبره شخصي. اتصالات هاتفية خاصة، خاصة يعني غير العمل. ما احنا كنا حطينا اتصالات هاتفية في العمل، إذا راح نميز بين الأشياء اللي لها علاقة بالشغل والأشياء الخاصة. أيضا
وقت تخلو به مع نفسك، تقعد بروحك تفكر، تقعد بروحك تمشى بالشارع ولا تقعد على البحر ولا، هذا كله راح اعتبره وقت شخصي. وهكذا النوع الثالث طبعا المجموع اللي هني مره ثانيه ايضا طبعا حطيت لك وقت يومي، راح تضرب هالمره بسبعه او تحطه مباشره في الاسبوع. مره ثانيه احنا ما يهمنا اليومي، يهمنا الاسبوع. ثالثا الوقت الأسري والاجتماعي، إذا في جلسة خاصة مع الزوجة أو الزوج بدون أولاد بدون غيرهم حطوها، إذا ساعة حطوا ساعة، إذا 10 دقائق حطوا 10 دقائق، بالأسبوع يصير ساعة تقريبا، فنحطها ساعة. إذا ماكو صفر حطوا صفر. ما راح ناخذ منكم هذه الأوراق، هذه الأوراق لكم، فأرجوكم كونوا أمينين مع نفسكم، لأن قاعد نشخص الوقت وين رايح. طيب إذا في قعدات مع الأولاد والأسرة، حتى لو كانت تدريسهم أو لقاءات أو سووا لهم دروس أو تطلعون بحر يميع ولا رحلات إلى آخره، كلها راح نحطها مع الأولاد. إذا في شيء يتعلق بالأهل، زيارة الوالدة والوالد، زيارة الأقارب إلى آخره، راح نجمعهم ونحطهم، نحسبها في الأسبوع. إذا في طلعات مع الربع، سواء شاي ضحى ولا ديوانية ولا رحلة ولا كذا، أيضا عرس عزاء إلى آخره، قدر كم تأخذ منك في الأسبوع. حضور الأنشطة الثقافية والاجتماعية، اللي مشترك في عمل خيري دعوي، جمعية نفع عام، اللي يحضر محاضرات ثقافية، اللي يروح معهد، هذا كله راح يصير في هذا الجانب. وإذا ما يدخل تحت هذا فيصير أعمال أخرى. زين خلونا أشرح لكم بس، ما خلصت، خلونا أشرح لكم كل الأوراق عشان تعرفون شو تسوون مرة واحدة. طيب إذا نحن راح أول شيء راح تسوون، راح تعبون هالورقتين، تقدرون يومي إذا تبون أو مباشرة على الأسبوعي، وتحسبون للمجموع. كتبوا الرقم هذا لو سمحتوا، الأسبوع 168 ساعة، 24 × 7 168. مجموع اولا وثانيا وثالثا المفروض يصير 168. طبعا احنا ما راح نشتغل شغل دقيق 100%، لكن مو معقول يطلع 300، ما راح نقبل 300 ولا راح نقبل 100، ففي رقم راح نقبله، اي شيء ما بين 150 الى 180 راح نقبله. اذا طلع عندكم مجموع اولا وثانيا وثالثا كلهم ما بين 150 و 180 راح نمشي، ما عندنا مشكله، لان احنا قاعد نشتغل بالتقريب. لكن اللي يطلع لي 300 شو يسوي؟ لازم يعيد النظر باللي كتبه، وين راح الوقت ومن وين جبت وقت. واللي يطلع 100 زين 68 ساعه الثانيه وين راحت؟ فمره ثانيه عقب ما تسوون اولا وثانيا وثالثا شو تسوون؟ تجمعونهم وتشوفون بين 150 و 180 تكملون. إذا مو بين 150 و 180 تعيدون النظر وقتكم اللي زايد أو الناقص وين راح. طيب نكمل عقب ما نخلص الورقة هذه. إذا قلنا مجموع أولا وثانيا وثالثا، وكاتب لكم أنا الملاحظة أن المجموع الكلي 168، وراح نقبل ما بين 150 و 180. بعدين راح نشتغل بالنسبة. أفرض أن رقم واحد أولا طلع عندي 70، راح آخذ 70 وأقسمه على المجموع الكلي. أفرض أن المجموع الكلي طلع عندي 170، الرسمي طلع عندي 70، فراح أقسم 70 تقسيم 170 وأضرب في 100 عشان تطلع نسبة، فيطلع عندي نسبة العمل الرسمي. بعدين راح أسوي نفس الشيء مع العمل الشخصي ثانيا، كم مجموع ثانيا وأقسمه على 170 اللي هو المجموع الكلي. فأفرض أن شخصي طلع 50، 50 تقسيم 170 أضربه في 100 يطلع النسبة. وبعدين راح أسوي أخيرا مع العمل الاجتماعي، كم المجموع العمل الاجتماعي وأقسمه على هذا. الوضع الطبيعي للإنسان العادي 25% رسمي، 25% شخصي، و 25% نوم، و 25% اجتماعي وأسري. فالمفروض يطلع عندكم أولا 25%، ثانيا 50%، ثالثا 25%. هذا الوضع الطبيعي. أرجو ما تحاولون تطلعون النسب هذه، أرجو أن تشتغلون بشكل عادي، طلعوا نسبتكم الطبيعية، أنا ما راح أخذها منكم. إذا خلصتوا وشفتوا أنه في رقم من الأرقام مو طبيعي زايد، أعطيكم مثال، واحدة من دورات واحد من الأخوة، هذا الشخصي والنوم 80%، هذا ما عنده أي علاقات ولا يشتغل، يعني هو عنده دوام بس يروح ما يسوي شيء في الشغل، كله قاعد بروحه ويطلع مبكر وكله نايم في شيء غلط في حياته، صح؟ إذا احنا ايش قاعد نسوي التشخيص هذا؟ قاعد نسوي هذا التشخيص حتى نشوف الإنسان وضعه طبيعي ولا ما هو طبيعي. إذا ما كان طبيعي يمكن يكون صح، ما أقدر أقول غلط أنا، لكن خلي يتأكد أنه صح، خلي يعيد النظر. عقب ما تكتبون الصفحات اللي هي أولا وثانيا وثالثا صفحتين، أبيكم تختارون بينها ثلاث أعمال على الأقل، أو أربعة أو خمسة أو ستة، ما بين ثلاثة أقل شيء وستة أكثر شيء. تختارون أعمال تعتقد أنه قاعد تأخذ وقت أكثر من اللازم، تبي تخفف منها. ليش إحنا قاعد نسوي هذا؟ ترى سبحان الله إحنا ما عندنا إلا 24 ساعة، عشان أزيد شيء لازم أخذ من شيء. فأفرض أن أنا والله الرياضة صفر ودي أزيد الرياضة، زين من وين راح أخذ الوقت مال الرياضة؟
لازم أخفف من شيء ثاني. لازم تعدون حياتكم، أنا ما أعدلها لكم، أنا قاعد أقول لكم شلون. في النهاية سووا التمرين وقرروا شنو راح تسوون في حياتكم.